وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد الجلسات الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، أرحب بك وانقل لنا الصورة لديك مع انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، وأبرز ما نوقش في جلسات اليوم وإلى متى ستستمر هذه الجلسات اليوم تحديدا؟ تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم انطلق الحوار الوطني في المرحلة الثانية في الأسبوع السادس. اليوم هو الأحد وهو مخصص للمحور السياسي والثلاثاء للمحور الاقتصادي، وأيضا يوم الخميس وهو للمحور المجتمعي. نتحدث عن اليوم يوم الأحد، نتحدث عن قضيتان هامتين، وبالطبع الأهم اليوم هي الجزء الخاص بالأحزاب وقانون تنظيم الأحزاب. هذا القانون الذي يعني تم إنشاؤه وتفعيله عام 1977 بناء على دستور 71، هذا القانون دخلت عليه الكثير من التعديلات والتغييرات خلال الفترات السابقة، ولكن حسب المشاركين اليوم من الأحزاب المختلفة، إما من القوى الحزب الأغلبية داخل البرلمان والذي يشارك في الحوار الوطني، أو أيضا قوى المعارضة، فإن هذا القانون احتاج للعديد من التعديلات والتغييرات بناء على الوقت الحالي الذي نعيش فيه. هذه نقطة تحدثوا فيها كثيرا، وتحدثوا عن من أهم المحاور في هذه النقطة هي تمويل الأحزاب، إما التمويل عن طريق الدولة أو حتى تمويل رجال الأعمال المختلفة، يطالبوا بعودة تمويل الأحزاب، وأيضا الجزء الهام وهو دمج الأحزاب سواء كانت الأحزاب صاحبة الرؤى السياسية المختلفة، وبالإضافة أيضا لأن دمج الأحزاب يعطي فرصة لتمثيل أكبر للآراء داخل قبة البرلمان. هذه نقطة. النقطة الأخرى أيضا أو المحور الآخر كان خاص بحرية التعبير وحرية الرأي. كان هناك نقاش كبير داخل هذه الجلسة، انتهت جلسة أولى بالفعل للمحورين اليوم الخاص بالأحزاب وحرية الرأي، وهناك جلستين أخريتين الآن يتم هناك جانب كبير من النقاشات على أن تنتهي بعد قليل. في جلسة حرية التعبير والرأي كان هناك النقاش إشادة بما حدث أو التوصيات التي خرجت من المرحلة الأولى وخرجت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان هناك يعني تفاؤل كبير من المشاركين وخصوصا من جانب المعارضة، خصوصا لأن ما شاركوا به في المرحلة الأولى حسب تعبيرهم تم بالفعل موافقة عليه وإشادة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أعطاهم الأمل والتفاؤل لفتح أبواب أكبر للنقاش، فتح أبواب أكثر ومساحات مختلفة لإعطاء الرأي في جميع المجالات سواء كانت خاصة بالتشريعية والقانونية الخاصة باليوم أو حتى بشكل عام، وأشادوا أيضا بفكرة القوانين الخاصة بالحريات وخصوصا بعد الإعفاءات المختلفة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أو عن طريق لجنة العفو الرئاسية التي أخرجت بالفعل العديد من سجناء الرأي الذين خرجوا بالفعل بناء على التوصيات التي خرجت من الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي. لذلك كان هناك جانب كبير من النقاش داخل هذه اللجنة، إشادات كبيرة ومساحات كبيرة مفتوحة بالفعل وخصوصا تحت العنوان الرئيسي وهي مساحات مشتركة داخل الحوار الوطني، يستمر خلال يعني ربما ساعة من الآن تنتهي الجلسة الثانية ليخرجوا أيضا ببعض الأفكار المختلفة فيما يتعلق بقانون الأحزاب أو حتى بالجلسة الخاصة بالحريات. أشكرك كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر انعقاد جلسات الحوار.